شكرا جزيلا. شكرا مع سفير الوزراء ورئيس مؤتمر 27. دعوني أن أتقدم بالشكر كدولة موطني مصر، وشكرا لكل دورهم الرائع والتنظيم المتميز، ولولاهم لن يكون هذا هو في حياد وطني، ولكن هو فقط تقديم مرجعية بأن مصر فخورين أيضا بمصر، ولتكون منطقة رائعة للتنظيم المتميز، وتعتبر فرصة جيدة للمشاركة في المنطقتين، المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء، وفيما يتعلق أيضا بنشطاء المناخ وكعديد من المنصات التي ساهمت في التعاون. ونحن هنا بدأنا في نحن سعداء جدا بما تم ذكره من معالي الوزير ورئيس مؤتمر المناخ 27. هذه مشاركة كبيرة فيما يتعلق بالشباب، وأيضا فيما يتعلق بالسيدات والسادة هنا الذين التقيت بهم في بعض الجلسات الحوارية الذي التقى برئيسه اليوم، لأننا قمنا بترجمة هذا الكتيب ليست فقط للموبايل للإعلان، ولكن هو توضيح بأنه هناك شيء نفقده، ونحن نؤمن بدور الشباب ولأهمية التغير المناخي في هذا الأمر وجدول الأعمال. هذا هو عبارة عن استبيان عالمي الذي يشير إلى أن أكثر من 55% ربما يعتبرون 51% ويعتبرون عدم رضاهم بتغير مناخي. وأيضا هناك بعض الدول التي تأثرت لديهم معرفة عما يتم بتغير المناخي، ولكن هذا التغيير نظرا لأجندة الأعمال فيها التي اعتمدت في هذا المناخ الذي تضمن أن العمل المناخي موجود ولديه اعتبارات وهناك أهداف، ولا بد أن نتغلب من بعض الأزمات. ولقد كانت هناك جلسات حوارية وتتعلق بالأمن الغذائي وأيضا بإدارة المياه وأيضا فيما يتعلق بالهشاشة في بعض الدول. كل هذا لا بد أن ننظر إلى العلاقة بين التغير المناخي والعمل المناخي والتحديات اليوم التي نعاني منها. أريد أن أيضا أثني على ريادة رئاسة المناخ لأن يكون مناخ التنفيذ تحت رئاسة أيضا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا تحت رئاسة المصرية في هذا المناخ. وأيضا هناك كانت إجراءات وأعمال والتزامات، وأيضا فيما يتعلق باتفاقية باريس وغيرها، كل هذا جزء تم وهذا دور تم من التعاون مع القطاع الخاص والحكومات وأيضا الأطراف الفاعلة غير الحكومية. أنا سعيد جدا بأن الخط الأول للدفاع للتغير المناخي هي لا يبدأ من القاعدة، ونحن ننظر إلى فال أعلى إلى ثم ننظر إلى عملية تخفيض الكربون، وأيضا فيما يتعلق بالتنفيذ وأيضا في الصناعة لابد أن ننظر ونعمل سويا على أكمل وجه في عملية الطاقة المتجددة. وبالنسبة أن هناك نقطة أصبحت سياسية مما يتعلق بالتمويل، ولهذا أريد أن أرحب بأجندة شرم الشيخ التي تم إعلانها عنها الآن برئيس مؤتمر المناخ الآن. كل هذه التجارب تحدد أن الأطراف الفاعلة غير الحكومية يعتبر هي مثل مراكز التعليم ومراكز البحث مهمة جدا، وأيضا القطاع الأعمال يمكن أن يساعدنا في عملية التنفيذ، ويمكننا ذكر كثير فيما يتعلق بالزراعة والمياه والطبيعة وأيضا المحيطات وأيضا البنى التحتية والحلول الخاصة المتعلقة بالتغير المناخي والتمويل. فيما يتعلق بالتمويل لابد أن أنهي هنا، أو أن لدي سؤالين لأن نظرا إلى التزامي بالوقت، فإنني أنا حقيقة أن 80% من التمويل أو ربما أكثر مخصصة إلى التخفيف وليست فقط للتجديد الطاقة المتجددة أو الحلول البديلة أو الطاقة البديلة، لكن قرابة 80% تذهب وتخصص إلى عملية التخفيف والتكيف من المناخ. لابد أعتقد أن أعتبر هنا نقطة مهمة جدا أن نمول الكثير للتكيف وإيجاد الحلول الأخرى لأنها مهمة جدا. بالنسبة لدورنا لدينا
هنا فيما يتعلق بهدفي الحياد الصفري، ولدينا هناك أكثر من 1000 مشارك. ولكن ماذا عن التمويل في عملية فيما يتعلق بالتخفيف؟ فإنه يحصى على أكثر من 700 مليون. هذا هنا مؤتمر شرم الشيخ وضع آليته في الأجندة، وكما وفيما يتعلق بالتقرير وتقديم التقرير فيما يتعلق بالتقرير أيضا الرئيس الوزراء معنا هنا التي تغطي بعض الأمور والتي تركز على بعض النقاط المهمة بالتخفيف التي تعتبر